البطاطس مذاقها لذيذ، أؤيدك في ذلك. لكن هل تعلم أنها ممنوعة على أفراد العائلة البريطانية المالكة؟ على الأرجح أنت تعرف تلك السيدة العجوز. نعم، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ليست من محبي الكربوهيدرات، لذا فهي لا تتواجد مطلقاً على مائدة العشاء لأي من أفراد العائلة البريطانية. لكن لا يقتصر الأمر على النشويات، الممنوعات أكثر من ذلك بأوامر ملكية. الثوم والبصل رائحة كريهة، المأكولات البحرية حتى لا يصاب أي من أفراد العائلة بالحساسية. كبد الأوز أشهر الأطباق الفرنسية عالمياً، والسبب مخاوف متعلقة بصحة الحيوانات. اللحوم النيئة تجنباً للإصابة بتسمم غذائي، لا يعني ذلك أنه لم يوجد أبداً استثناءات لطالما عانت العائلة البريطانية أشكالاً من التمرد. منه ما أثارت تفاصيله فضول العالم. ومنه ما لم يخرج عن معدة اشتاقت لطعام ممنوع بأوامر ملكية. كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام من محبي المعكرونة، صنعتها في المنزل عند الاحتفال بعيد الميلاد الخامس لابنتها الوسطى الأميرة شارلوت، ومر الأمر بسلام.